الثامن من فبراير عام 1973 أسست الشيخة فاطمة بنت مبارك الفرع الرئيسي لجمعية نهضة المرأة الظبيانية، وبعد ذلك انتشرت فروع المؤسسة في أنحاء الإمارة لتصل إلى 10 فروع موزعة عليها. تلعب جمعية نهضة المرأة الظبيانية دورا رياديا في المجتمع منذ تأسيسها عام 73 لخدمة المرأة والأسرة والطفل على حد سواء، وذلك بفضل خططها ونشاطاتها وبرامجها المتميزة على مدار العام، والتي تلقى كل الدعم والرعاية والاهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وتسعى الجمعية بتوجيهات من سموها إلى تكثيف نشاطاتها وتنويعها وتسخير الإمكانيات المتوفرة كافة لخدمة المنتسبات لها. وبفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ستعمل الجمعية من خلال مختلف لجانها الصحية والثقافية والاجتماعية الفنية والدينية على التركيز على الجوانب المهمة التي تحتاجها المرأة لتطوير مهاراتها وقدراتها الذاتية من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتطبيقية التي من شأنها أن تنمي قدراتها ومواهبها.